السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان الأخوات، لاباس عليكم؟ نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في كامل الصحة والعافية. اليوم وصفة جديدة بشكل جديد، اليوم إن شاء الله غادي نحاول نطبق هذه الوصفة. هذه كيكة أو بسبوسة بالجزر، كتجي روعة من ألد ما يكون. بالنسبة للأخوات اللي وليداتهم متيبغوش ياكلوا لهم خزو، متيبغوش ياكلوا لهم خضار، مرة غندير لكم وصفة هكذايا. كتجي صراحة لذيذة بالنسبة للكبار ولا الصغار، وكتجي هشيشة ماشي حاجة مخالفة. على بركة الله غندوزو المقادير ديالنا. ان شاء الله غادي نحتاجو 250 غرام ديال الجزر مبشور محكوك سواء بالحكاكة الغليظة او الرقيقة، 250 غرام ديال السميدة الرقيقة ديال الحرشة باش تنصوبو الحرشة، كاس ديال الزيت قياس كاس العنبة، كاس الحليب تاو قياس كاس العنبة، جوج بيضات، 80 غرام ديال السكر سنيدة، غنحتاجو خمارة، واحد الفاني، قبيصة الملح. بالنسبة للسيرو باش غنسقيو غنحتاجو كاس ديال الماء، عصير حامضة، و 80 غرام ديال السكر. غادي نخلطو المقادير ديالنا، غنخلطو الجزر مع كاس الزيت، كاس الحليب، جوج بيضات، سنيدة، واحد الفاني، قبيصة الملح، غنخلطوهم مزيان. بالنسبة للسميدة هي والخمارة غنخليوهم حتى للتالي حتى نطحنو هاد المقادير كاملة، نطحنوهم في الخلاط الكهربائي عاد غادي نضيفوهم. دابا نطحنو غير هاد المقادير الأولى. غنضيف هاد الخليط هذا في الخلاط الكهربائي باش غادي نخلطو تطحن. الإناء ديالنا ديال الخلط فين غادي نخلطو، غنضيفو المزيج ديالنا اللي طحنا، الخليط ديالنا اللي طحنا ديال الجزر والمقادير الأخرى. ثم غنضيفو السميدة على الخليط ديالنا. غنضيفو الخمارة، نغربلو هاد الناس باش ما يكونش فيها شي حبيبات، ونخلطو الخليط ديالنا. نحاولو نمزجو الخليط مزيان، نخلطوه مزيان حتى تنسجم العناصر مزيان. هذا هو القوام ديالو البنات، هذا هو القوام ديالو، تتكون شوية سائلة. في هاد الاثناء غادي نوجدوا الاناء، غناخذوا المول اللي غادي نطيبوا فيه الكيكه ديالنا، غادي نلبسوه بالزبده، ولا كان عندكم الا بغيتوا تصوبوا بالورق، بورق الطهي كان احسن، ما كان شيء. انا بغيت نصوب معكم هكذا بالزبده وغنلبسوا بالدقيق باش حتى اللي ما كنتوفرش عندها الورق الطهي تاع. نحاولو نلبسو المول ديالنا مزيان، ندهنوه مزيان بالزبدة. بعد ما طلينا الطار ديالنا بالزبدة، دابا غادي نلبسو بالدقيق أو بالسميدة اللي متوفر عندك. نحاولو الدقيق نغطيو به الطار ديالنا. صافي، ها فين غطيبو، المهم الإناء فين غطيبو.
نحيدوا الفائض ديال الداخل عندنا، الا كان شي فائض نحاولوا نمرروا حتى في الجوانب. نحاولو نوزعو الخليط ديالنا هكدا، نقادوه في الإناء ديالنا ديال الطياب. نحاولو نحركو شوية باش يتقادلو باش يستويلو الوجه ديالو، ديال الكيكه ديالنا باش يستويلو الوجه. صافي البنات، بعد ما صوبناها ودرناها في لاطا ديالها غنديروها في الفران طيب واحد 35 دقيقه او حتى 40 دقيقه وغادي نولي معكم. في هذه الاثناء غنوجدوا السيرو 80 غرام السكر، عصير حامضه وكاس الماء، ونخليهم على العافيه يغلي واحد 3 حتى 4 دقائق، نخليهم يغليو شويه. بعد ما وجدنا السيرو ديالنا البنات ديال الحامض والماء والسكر، درناه على العافيه غلا شويه، ومن بعد غادي نخليوه يبرد بهذا الشكل ديال السيرو ديالنا البنات، باش غادي نسقيو الكيكه ديالنا. غادي نخليوه يبرد شويه باش ملي نخرجوا الكيكه سخونه غادي نخويو عليها مباشره باش يتشرب لنا مزيان. بعد ما طابت البسبوسه ديالنا البنات او الكيكه او مازال سخونه، عجبتها من الفران مازال سخونه، غادي ناخذها نسقيوها بالسيرو، السيرو اللي صوبنا ديال الحامض. كما قلت لكم السيرو بارد وهي سخونه، نحاول نوزعو هاد السيرو عليها كامل. نخويو السيرو كامل البنات، كما كتشوفو البسبوسة سخونة دغيا شربات السيرو. دابا البنات غادي نزينوها، كل وحده غتزينها باش ما بغات، اللي عندها اللي باغات تزينها باللوز، اللي باغات تزينها باللوز ايفيلي، اللي باغات تزينها انا غادي نزينها بالكوك، هو اللي متواجد عندي حاليا. التزيين كيبقى اختياري، كل وحده تزين باش ما بغات. بعد ما بردت الكيكه ديالنا البنات غنقسموها، نشوفوا الشكل ديالها كيجا، كتجي لذيذه البنات. اللي عندها الوليدات ما تاكلوهاش الجزر او خيزو، كيكلو شي زهر ديال الجزر، تحاول تدخلوا لهم هكا في الكيكات في الصوبات. كتجي هشيشه البنات والمذاق ديالها كيجي رائع. من داخل كي كتجي كتجي روعة. السلام شوية سخونة كتجي هشيشة البنات،